انعقدت أمس السبت الجمعية العامة العادية لفريق شباب جيجل بمقره القائم بشارع ابن خلدون بدعوة من الرئيس السيد نيمور محمد، حيث تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي خلال الموسم 2014-2015 بحضور ممثل عن مديرية الشباب والرياضة. أنا لي زامون 66500 بلي دو غوتمون سي با حاجه تبارك الله في 743008 لي بيرجون 501676 لا ريستوراسيون 838817 كي كونفير بيها نتا بوزي سي بوزي دونك مازال ما خرجش يسكا بيرجون لا مي خرجش عندنا ليكيب 2271400 جي كمل دونك انا لا سيريغرافي 80900 عندنا الضبر التوني 480 دينار تليفون فاكس انترنت 1226-84 بريد دو ماتش 1700 دينار و 30 ديسمبر ترانسبور 129 دينار فاكاسيون بوليس 42700 دينار غازوال 11120 دينار لي دوش 11633-34 لي فريت بيرو 16010 فريت اربيتراج 7000 دينار فريت بانك 12168 entretien réparation تاع البيس هو هذاك 81130 électricité 1733 دينار la publication تاع l'assemblée générale 2363 دينار عامل دو total général des charges 2865 total des charges non payées 1917 total des charges payées compte en caisse 19675 عندك الفريق دو بوك 12168 دينار هاوش كيجا البروبال نتاع لي شارج لي بريمي جوي او 31 ديسمبر توتال لي شارج لي شارج توتال لي شارج 20 مليار 867 ا 8 سيزون دوكا ريحة 5 مليار دينار